أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت فصائل المعارضة السورية بأنها لن تصمت إزاء خروقات قوات الأسد والميليشيات الموالية لها للهدنة في جنوب غرب سوريا، وشهدت الهدنة عدة خروقات تمثلت بقصف مدفعي بالهاون لبعض مناطق سيطرة المعارضة دون أن تتسبب بوقوع قتلى أو جرحى. حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة إنسانية قرب قضاء الشرقاط تهدد بموت 20,000 مدني بسبب حصار خانق يفرضه أفراد داعش على المدنيين. واستغل التنظيم هروب المدنيين من مخيمات اللجوء في مدينة الموصل إلى مناطق بيجي وتكريت فأوقعهم تحت احتلاله. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن زعيم داعش أبو بكر البغدادي لا يشارك حاليا في اتخاذ قرارات داخل التنظيم. وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن معلومات حصلت عليها وزارة الدفاع الأمريكية تفيد بأن البغدادي لا يسهم في أي عمليات يومية ولا يقود المسلحين. أفادت مصادر صحفية في اليمن بأن قوات الشرعية أسرت أكثر من 30 حوثياً خلال تقدمها في مثلث حيس والخط الرابط بين مدينتي تعز والحديدة. ونقلت المصادر أن نحو 25 فرداً من الميليشيات قتلوا خلال المعارك الجارية. قالت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية إنها رفعت حظراً على حمل الركاب لأجهزة كمبيوتر محمولة على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة. وفرض المسؤولون الأمريكيون هذا الحظر في شهر مارس آذار الماضي على 9 شركات طيران أغلبها من الشرق الأوسط. أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق النووي مع إيران متراجعا بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين. وهدد ترامب بالمقابل بفرض عقوبات على إيران لا تتصل ببرنامجها النووي وإنما ببرنامجين عسكريين آخرين. شهدت القارة القطبية الجنوبية أول حفل زواج يقام على أراضيها بين عاملين ضمن المشروع البريطاني لمراقبة القطب الجليدي. وتزوج العاملان الميدانيان في درجة حرارة تحت الصفر باحتفال مدته يومان. الموجز إلى اللقاء.